أخوك بيحبها. خي أهبل ومعمع قلبه، أنا أكيد هيدي البنت ضحكت عليه، هو مثل أهبل صدقها. حكيت معه بالموضوع، هو واثق إنها بتحبه كتير. بتعرف أول مرة بشوفه مبسوط بهالشكل. أنا حكيتها اليوم، عرضت عليها مصاري لتفل من هون. عاصي، من عقلك عم تحكي؟ أكيد من عقلي، أنا ما بيقطع علي هالحب البيزنطي والخرافة. يمكن يطلعوا فعلا بيحبوا بعضهم، ما فينا نحكم عليهم بهالسرعة. يمكن تطلع وفية لإيوان ولكل بيت الأبيض. أنت عن جد عم تحكي بابا؟ أنت متقبل أنه كنتك تكون بنته ل هلا؟ لا مش قادر أتقبل، بس يمكن مع الوقت صير يتقبل هالشيء، خصوصا إذا ثبت لي كلام خيك. بالنسبة لي أنا ما رح أنظر، بدي حل الموضوع بأسرع وقت ممكن. عاصي، بدك تتعود تكون صبور، الوقت عدو الإنسان من جهة والصديق من جهة تانية. مع الوقت القريب ممكن يصير غريب والعدو يصير صديق. الوقت بيسمح لك تستفيد حتى من عدوك. الوقت بيغير كل شيء. بس بابا، هلا ايوان بده يستلم معي الشركه، بده يستلم بالاداره معي. شو فيها؟ بيكسب خبرة زيادة وبيتحمل مسؤوليات أكتر. بابا أنت بتعرف أنه إيوان مانو جاهز هلا أبدا، أنا بفضل يضلوا بشغل الأرض لما يطلع الإدارة. هلا إذا بلش معي بالإدارة بده يعرق لي شغلي، بده يأخرني كتير، والوقت مانو مناسب أبدا. شو المطلوب؟ المطلوب انك تحكي معه انت وتقنعه يضل بشغل على الارض. بكير كتير عليه الاداره بعد. ما زالت وسط ظل احد المقاصد السياحيه الاساسيه ليس فقط للدول العربيه ولكن لمنطقه البحر الابيض ولدول كثيره في العالم. عاصي، ما عندي شك ابدا انك انت ممشي الشغل، ما عندي شك ابدا اني انا متكل عليك بكل شيء، لانك ذكي نشيط وبضاي. بس انت منك وحيد عندي، انا عندي ابناء غيرك، كلكن مثل بعض، ما حدا له افضليه على التاني. ماشي، بس نحن بالاول لازم نتاكد انه روبي وما زالت وسط ظل احد المقاصد السياحيه الاساسيه. عاصي، اسمعني شو بدي اقول لك. خفف تفكير بالشغل وزيد تفكيرك واهتمامك بزوجتك وبطلع لعندها. صاركم 3 سنين مزوجين وجبتوا ولد. شو اللي مأخركم؟ عاصي، بتريد يكون أول حفيد لإلي من بنت حكمت؟ فكر فيها. تصبح على خير. هيك كل اللي بهالمزرعة ما رح يناموا الليلة. أنا صراحة على طول هيك عاصي، ما بقدر نام بالهين، بقلق كتير. في يعرف ليش صاحبتك تجوزت خيي؟ عم تسألني لإلي؟ وأنا شو بعرفني؟ أنا علاقتي بروبي خلصت من زمان كتير. ما
بس لو ما انت جبتها لهون ما كان هذا تعرف عليها وانغرم فيها. انا شو خصني عاصي؟ شو كنت عارف انه رح ينعجب فيها؟ انت شو خصك؟ انت المسؤول الاول عن هذا الموضوع وبدك تحله وبسرعة كمان. ما فهمت عليك. هذا الموضوع انا مش عاجبني. اكيد ماني رح اسكت عليه. واكيد اني ماني رح اقعد وكتف ايدي واتفرج. صراحة انا كمان مش عاجبني كثير هذا الموضوع وماني راضي عنه. بس للاسف ما بقى فينا نعمل شيء. تجوزوا. بلا نمر. فينا نعمل ورح نعمل. نحن رح نعتبر انه روبي جاي لعنا سياحة. يعني فترة نقاهة وبتقطع. فترة. وبتخلص. يعني ما قبلت توصليني إلا عباب الشركة. حياتي رح اشتاق لك كتير، ما تنسى تفكر فيي. ولك أنا عم فكر فيكي كل لحظة وكل ثانية. حبيبي مثل ما اتفقنا، بتحكي لي وقتها تخلصي، أوكي؟ أنا يمكن كون خلصت الشغل وسبقتك على البيت. كل شوي رح أحكيك. ولك هيدا المطلوب. باي حياتي. باي حبيبي، تبعي على حالك، إيه؟ ما تقطع الهم، باي. سوقي عمالي. ما تقطع الهم حياتي. حاسه انفجار ورح ينزل على هالقصر. اسكتي يا هنا. مثل ما عم خبرك ست لبنى معقوله تبلعها. خواجه جواد ها كمان معقول يبلع، بس الخواجه عاصي بقطش لساني وبقطش ايدي اذا بيبلع. نينا اسكتي. انا هون وانت هون والمي بتكذب الغطاس. اسكتي يا نينا. مش معقول. نينا عم عيطت لي ما عم ترد. ما توخزينا ست ياسمينة، ما سمعتك عيطتي لي. طيب اتركي اللي بايدك والحقيني على اوضتي عايزتك. حاضر. على القليلة ست ياسمينة بتخليني دردش معها شوي. جيب باقي اغراضها. شو هي؟ فكرة حالها مطولة عنا؟ هي هيك مفكرة، بس الخواجة عاصي أكيد ما رح يخليها. هيدا شيء أكيد. لكن نينا بدي إياكي ترقبيها 24 على 24. إذا إجاها تليفون بدي أعرف مع مين عم تحكي، وإذا ظهرت بدي أعرف مع مين ولوين. يعني بدك ترقبيها على مدار الساعة. بأمرك يا ست، بس ما أنا أصلاً كنت رح أعملهم. برافو نينا. بس اسمعي منيح، ما بدي حدا يعرف او يسمع باللي خبرتك عنه حتى تنطلبنا. ما تعطي الهم، تمي مسكر. برافو، فيك تروح على شغلك. بتريدي شيء تاني مني يا ست؟ انه غير ما تفتح تمك بولا كلمة؟ ست
كيف تجارة جيت على الشركة لعنا اليوم؟ اليوم خيك جاي يبلش بشغله، طلب مني يكون موجود. اوف، لهالدرجة ما عنده ثقة فيي؟ عاصي، انتوا اخوي لازم تديروا بالكم على بعض، خصوصا انت، انت الكبير يا عاصي. بس انا داير بالي على الكل، وانت اكتر واحد بيعرف هالشي. انت كل اهتمامك بشغلك، انا عارفك على الغايب، انت بتضحي بكل شيء كرمال المناقصات والصفقات. انا ما بحب اخسر، وانا ما بريدك تخسر بشيء، لا بشغلك ولا اخوتك. يكفي، صارتنا خيك عامر. ما بعرف، يمكن موت قبل ما اقدر اشوف. انت بتعرف ساعة اللي بدك فيك تسافر لعنده وتشوفه، ما بدها لانت. لا قوم روح شوف اذا وصل خيرك. ايوه افهم شو المقصود انك تجوزي واحد من بيت الابيض؟ تجوزت واحد بحبه. والله ما لقيت الا ابن الجواد الابيض لا تحبيه. بشرفك اميليو، خلصنا عقد بقى. مش عم صدق انه تجوزتي واحد منهم. انت قلتها، تجوزت وخلصت. لك كيف قدرت؟ كيف قدرت تتجوزي وانت بتعرفي مين هو؟ لك كيف قدرت تتجوزي وانت بتعرفي مين اهله وشو قادرين يعملوا؟ كمان انت قلتها، انا تجوزته له، ما تجوزت اهله. ليكي اختي، الوحدة بس تتجوز مين تلحق؟ من اي عائلة بتصير؟ تلحق عائلة تجوزها طبعا، مثل ما انا لحقت جوزي وصرت رسميا من بيت الابيض. لك شو انت بدك تجننيني؟ مش عارف انه جوازك حتى ينتقم؟ ينتقم؟ من شو بده ينتقم؟ لازم هو يفكرني بدي انتقم، مش العكس. الهيئه ضربوا لك عقلاتك على الاخر. اميليو، القصه مش مثل ما انت مفكر. انا بحبه لايوان وهو بحبني، هيدا كل الموضوع. وهلأ شو صاير مشاكل من قبل، شو في عداوات، بكل بساطة ما بهمني. كذابة روبي، انت أكتر وحدة بهمك، فاوعى تفكري قادرة تضحك علي أو تكذبي علي. ايه خي يا حبيبي عمر، وقف تحمل لي هالشنطة. امتى ناوي تخبري بيك؟ ولا مش ناوي تخبريه؟ بلا، اكيد ناوي يخبره، بس مش هلا. كيف يعني مش هلا؟ شو بدك اياه يعرف من الغرب ويروح فيها؟ اميليو بشرفك، ما قال جلادي اقعد اتخانق انا وبيك هلا. ليش؟ مع اساس انت قوية وما بتعملي الا اللي براسك،
ولا هلا صرت تخافي منه ايه؟ شو هيدي روبي؟ كمان عم بتسوقي سيارة من سياراتهم؟ خلصنا بقى إيميليو. لوين رايحة؟ رايحة أشوف بيك وين ومشى معي. من كل عقلك أنا أطلع بهيك سيارة؟ طيب حبيبي، مثل ما بدك. لشوف آخرتها معي كمان. إن شاء الله مبسوط بالمنصب الجديد. أكيد مبسوط، يعني وأخيراً خلصت من شغل السوق وقرفه. ما تقول هيك يا هيك، لو ما شغل السوق واحتكاكك بالتجار كل هالمدة ما كنت أخذت المنصب بالشركة. بعرف بابا، بس إنه شغل السوق متعب. كمان ما تقول هيك أنت بالذات، لو ما نزلتك على الأرض ما كنت التقيت بروبي. هيدي معك حق فيها 2000%. 2000%؟ هيدي صيغة وهمية يا بابا، كأنه معنى الحكي. كمان بالحياة ما في شيء اسمه معنى الحكي. شوف يا بي، كل كلمة بتقولها بتتحاسب عليها، وكل تصرف بتتصرفه كمان بتتحاسب عليه. هلأ راح اتركك، خلص شغلك على رواق، وعشية بشوفك وبتخبرنا عن انطباعك في اليوم الأول. رايح البيت؟ ايه رايح البيت، عندي شوية شغل. ما حد ارتاح بالشغل غير بمكتبي في المزرعة. فإذا بشوفك عشية، وميرسي على الدعم. صبي، هيدي سكرتيرتك الجديدة استاذي وان. ما بدك تعرف عليها؟ يلا بعد شوي، بدي منك هلا اكتبي لي باسورد الخزنة بليز. عادة الاستاذ عاصي بغيره كل شهر، وامبارح بعده مغيروا ما عطاني. طيب فوتي قولي له انه بدي باسورد. اوكي، انا بهالوقت بتعرف على السكرتير. يلا يلا تفضلي. كيف شو؟ كيف الزغطور العائلة؟ بعتقد منيح، بس بده الرقم السري تبع الخزنة. والله نفش ريشه من أول يوم هذا. قلت بسألك قبل ما أعطيه. مناسبني الدوام المعاش بسوق ايمان. اوكي، شو هي بلا الجري من فوق؟ ما حدا معلمك انه بيطلع السلم درجه درجه؟ طيب دوم زارين، فيك تبلشي شغلك من بكره، واذا عندك اي استفسار نحكي فيه بعدين. اكيد، انا بكره على الساعه 9 بكون هون بالاذن. اذنك معي. خيي، ما حدا علمك انه بدقوا الباب قبل ما يفوتوا؟ انا بعلم يا زغطور، ما بتعلم. شو عم تقلي سيرين بدك رقم الخزنه؟ اي ما بحق لي اعرفه، بس هيدي الخزنه فيها ملفات مهمه وسريه. مش تصير تعرف بالاول شو هن الملفات المهمه والسريه؟ عاصي مشينا، من انا وعمري 3 سنين بعرف انه الملفات الحمر هي الملفات المهمه والسريه. ما بتعرف؟ برافو، والله منك قليل. برافو يا زغطور. ما بقى تعيط لي زغطور راسي، هيدي أولا. وثانيا أنا مثلك بالشركة، بحق لي أعرف كل الباسوردز
لك شو بك عم بمزح معك. تفضل. بسطت هلا؟ سيرين بتخلي هيدا ودغر على شقة عم شيط. شكلك مش حابب تشارك اسرارك مع خيك الصغير. خذ الملف طلعي على شقة عم شيط وخفف كتر الهم. رقم الخزنة بعده هو ذاته؟ لهلا ايه بعده هو ذاته. رح تنزلي؟ نزل قبل اميلو تأكد اذا هو فوق. على اساس معقول يكون غير هون يعني. بشرفك نزل تأكد انه منك خسران شيء، مش احسن مما انزل على الفاضي؟ شو بعد بدي خبركن تخبركن. ولك سرقني عينك بنت عينك وطلعت فيي بكل عين وقحة وقال لي ما في لك عندي شي. لو كنت بعرفك بوقتها لكنت فرجيته قيمته. هم هلأ فرجيهم هي يا بداي. ليش انتو فيك الله انتو؟ من الاخرة من الادري اتفوق. مين؟ ولك شو بك انت وياه؟ طول بالك علي تاخذ جاكيت. شو جابكم لهون هلا؟ وين اختينا؟ خليني عم سلينا. روبي حبيبتي اشتقت لك كثير.
انت وينك ما عم تطلع علي؟ بابا انت بتعرف انه انا ما بحب شوفك بهذا المنظر. بهالمنظر؟ لشبو هالمنظر؟ يا حرام الشو، انا فكرت انك اشتقتي لي وجاي تسالي عني اول ما شفتك، بس لا تجاي تهنيني وتشبتي في بابا. لا بابا لا، مش هيدا الموضوع. انا بصراحة جاي خبرك خبرية. بابا جرب صحصح شوي وركز مع روبي. انا مصحصح مصحصح. بابا انا تجوزت. اوف، اتجوزتي؟ طيب هيدي خبرية حلوة. صلي زمان ما سمعت خبرية حلوة. برافو بابا، برافو حبيبتي، مبروك. بابا حبيبي بليز ما تزعل مني. ليش بدي ازعل؟ لانك تجوزتي وانا ما كنت موجود. معلش بابا، ما بيأثر. انا بتفهم اكيد انه عريسك ابن عيلي ومحترم. وانت اكيد ما بين عليك تتبهدلي قدامه. لا بابا، مش هيك، مش هيدا يلي صار. ليكي بيناتنا انت معك حق. عرس يعني وسكي وشرب وسكر، وانا ما بعود بتهدى. معك حق. ان شاء الله الف مبروك بابا. بابا انا عم بطلب منك ما تزعل مني كرمال غير شي. غير اني ما كنت موجود بعرسك، مش هو بدي ازعل. بابا انا بحبه كتير لجوزي. اكيد بتحبيه. وهو رجال مرتب كتير وادمي ومزوي وبحبني. اكيد بتحبيه وهو بحبك. انا ما عندي شك بذوقك ابدا. انا تجوزت ايوان الابيض. ايه حبيبتي. ايه بابا، من بيت الابيض بابا. ايه بابا، ايه حبيبتي. بابا روبي تجوزت ابنه لجواد الابيض. شو؟ ما تجوزي، ما هيك؟ بلا بلا تجوزي. ومن بيت الأسود؟ نينا ما تنسي الليلة تحطي لي نبيت كمان على الطاولة، وبدي كل شيء مرتب ومنظم، وحطي لي برد كمان بنص الطاولة. حاضر يا ست. عليا ريحة الأكل بتشهي، يلا صار فيك تنزل الأكل. حاضر. ياسمينة بتحب تساعدك بشي؟ لا ما في لزوم، اليوم عاصي عازم أصحابه على العشاء وحبي أنا أشرف على كل شيء. انه حتى لو المعزين بخصوكم بقدر ساعدك اذا بدك. قلت لك انه ما في لزوم. لا عم ترجع تسالي نفس السؤال. ما
بركي بتحس انه مش مرغوب فيها بهالقصر. شو عم فوتوا لك غراضك على الاوضه؟ مزبوط. اليوم رحت جبت بقيه الكتاب. حياتي شو بريئه. نعم؟ ما فهمت شو قصدك؟ انه انت مفكره حالك مطوله هون؟ عايشتيها زياده عن اللزوم مش ملاحظه؟ جودي انا تعبانه وبدي فوت ارتاح. انا ما خلصت حديثي معك. انت ما بدك تعرفي انا ليش بهيدا البيت؟ بصراحه لا، ما بهمني. بس أنا كتير حابة أخبرك، أنا هون عايشة غصب عني. بتعرفي ليش؟ لأنه عاصي هيك بده. جودي أنت عايشة هون بالبيت لأنك من هيدا العيلة. بس أنا لازم أكون مع أمي. أمي بعدها عايشة، بس أنا ممنوع أشوفها ولا أحكيها. بتعرفي ليش؟ لأنه عاصي هيك بده. يعني يا ريت فيي ساعدك. ما بعرف شو بدي اقول لك جودي، ان شاء الله بترجعوا بتجتمعوا سوا. روبي انا مش عم خبرك كرمال تشفقي علي او كرمال تساعديني، انا عم خبرك كرمال تعرفي شغله وحده، انه بهيدا البيت ما بيصير الا يلي بده اياه عاصي. شفتي ليش عيشتيها زياده عن اللزوم؟ صار معك شي تحت؟ لا يوم ما صار شي، بس انت قلت لي انه الوضع رح يكون منيح ورح يتقبله، بس ما كان منيح وما حدا تقبل. قلت لي انه الوضع رح يتحسن وما رح يضل هيك، بس كرماله عم يصير اضرب وابشع. ليه انت ايوان ما عم بفهم ليه هالكره كله. حبيبي بليز ما تزعلي، بليز الحق علي، يمكن انا كنت متفائل زيادة عن زوم. بعرف انه الكل عم بيجرب يزعجك، بس بكرة لما يتعرف عليك مزبوط رح يتأكدوا من كل كلمة قلتها. وحياتك الوضع ما رح يبقى هيك. ما كون قطشتكم عن شيء؟ شو في يا عاصي؟ حضر حالك، عندك سفرة بكرة. سفرة شو عاصي؟ لوين؟ شو لوين؟ عندك سفرة على السعودية. شو قصدك عاصي؟ محكينا انه انا ما بقى انزل على السوق، ما بقى اسافر، لحقت تنسى؟ لا حبيبي اكيد ما نسيت. بس هيدا الديل انت بلشته واكيد انت رح تنهيه. بس انا ما فيي سافر بكرة. لا يا زغطور، الشغل أهم من هالأشياء.